الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنرحب بكل سادة مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج المطعم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إن شاء الله ربنا يتقبل منا صالح الأعمال منا ومنكم يا رب. آخر أيام رمضان خلاص بنبدأ نودع الشهر الكريم، الشهر الفضيل، شهر الخير، شهر الكرم، شهر المودة وشهر المحبة. يا رب الناس كلها تبقى مبسوطة، يا رب الناس كلها تعيد بعيد سعيد إن شاء الله، ويبقى عيد سعيد على الكل بإذن الله وعلى أمة محمد أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نعمل حاجة بسيطة جدا، شوية معجنات هنعملهم بحيث الناس زهقت من موضوع الأكل شوية. فالنهاردة أسهل حاجة، ما تطلعيش حاجة من التلاجة ولا حاجة من الفريزر، وطلعيش اعملي شوية عجينة معاك دلوقتي ونبدأ إن احنا نفردهم ونشتغل شوية بيتزات وانتهى الامر على كده وزي الفل، سواء النهارده او بكره. يعني ممكن نعمل النهارده صنف وبكره صنف. النهارده هنشوف مقادير البيتزا عباره عن ايه. طبعا هعمل بس اول حاجه فطيره بالشوكولاته عشان تلحق تتخمر، وبعد كده نبدا نخش في العجينه ونبدا نخش في الصوص وكل حاجه. فنعمل منها حلو النهارده، يعني مش لازم النهارده ناكل حلو شرقي، لا كفايه بقى كنافه كتر خيرها كده عملت معانا الواجب وزياده. تعالوا نشوف عندنا الفطيره نقدر نعملها ازاي بالشوكولاته. فالعجينه بعد ما عملتها اللي احنا هنشرحها ان شاء الله في الفصل الثاني بتبقى عندي بالشكل ده. فببدا اللي انا اخدها عشان احط فيها شوكولاته، اللي هشتغل منها الحلو واللي هشتغل منها الايه الحادق. بص ما شاء الله العجينه عامله ازاي. اخد شويه دقيق بس تحت هنا، وناخد الثانيه عشان الوش من فوق ووش من تحت، ونغطي الباقي. دي بالنسبه لايه عجينه البيتزا اللي ان شاء الله نشرحها ونشوف هي اتعملت ازاي بالظبط. طيب نجيبها عشان دي هعملها بالشوكولاته. نفرد العجينه بسم الله. والارتفاع بتاعنا طبعا عشان ايه الرخامه. طبعا احنا فاتحين الهواء لحضراتكم، اللي حب حد يتصل يعيد بقى، على لان خلاص احنا ان شاء الله العيد يوم الثلاث ان شاء الله، حابب يعيد على قد حد الهواء مفتوح لكم ان شاء الله. وارقام التليفونات ظاهره قدامكم. حط شويه دقيق في الصاج ونقوم واخدين اول واحده دي، حطينا هنا في الصاج بتاعنا منتهى السهولة. تقدري تعملي العجينة عندك في البيت النهاردة وتشتغلي، ولا تعملي أكل ولا حاجة، لأن احنا من أكتر الحاجات اللي احنا بناكلها في العيد تلاقي بقى إيه موسم، تحس إن احنا في موسم شم النسيم، رنجة وبسيخ. أهو نفرد التانية. تمام التمام يا باشا. ماشي، هجيب عندي فرشه واجيب عندي شوكه وبيضه ونبدا نخفق البيضه ديت عشان هبدا الزق العجينه الاولى ديت بالعجينه الثانيه. هجيب العجينه الاولى ديت هقوم واخد عليها البيض من على الحروف اهو ونلمع، وعندي بقى الشوكولاته يا باشا اللي موجوده. اهي اخدها بسم الله الرحمن الرحيم. حبينا النهارده ان شاء الله بقى نغير لكم الموضوع شويه وما تجيش علامة الحروف، يعني كأنك بتعملي بيتزا عاديه جدا. نحط بالشوكولاته اهيت ولحد ايه ما نجيش ناحيه الحروف قوي. بسم الله، ونفرد يا باشا ونظبط المواضيع، وبعد كده نقوم واخدين العجينه الثانيه عليها ايه من فوق اهي. تمام كده. نجيب عندنا البندق بتاعنا. ماشي يا استاذ مولفي،
خيار البندق. وعايز اقول بقى على حاجه مهمه قوي في موضوع الاقاليم عندنا والارياف والصعيد. يا جماعه اهتموا بموضوع برامج المطبخ، بقت ما شاء الله منتشره، ناس دلوقتي بقت بتشتغل وبتعمل حاجات، وفي ناس بتعمل مشاريع، والموضوع بقى حلو وبدا يخش بيوتنا اكلات جميله غير الاكلات المتعارف عليها والاكلات التقليديه بتاعت كل بلد. اتمنى لاي سوبر ماركت او اي عطار يبدا يجيب الحاجات اللي هي الخاصه بالحاجات المطبخ عندنا، يعني المعدات نفسها، اكياس الكريمه. انا بتسال النهارده اسئله، كميه اسئله من ساعه ما عملت البيت فور، نجيب الكاس الكريمه دي منين؟ انا بقول العناوين اللي هنا. طيب بالنسبه بقى لبره القاهره، ايه الاخبار؟ الاسكندريه موجود فيها. فيا ريت بيبقى في جروبات على الموجود على الفيسبوك، يا ريت الناس تكتب تقول المعدات ديت جايه من انهي مكان، نقدر نجيبها، خصوصا يعني لو كل واحده كتبت من البلد اللي هي فيها نقدر نجيبها من كذا او من كذا او من كذا، واللي ما بيجيبش يقدر يجيب ويوفر الحاجات اللي دي للناس. في عندك الكاس كريمه ديت استعمال واحد، رخيصه جدا، نقدر نجيبها ونستخدمها لبلح الشام على فكره، ونستخدمها لحاجات كتير. بندق، شويه بندق صغيرين سوداني ممكن شغال. بعد كده نقوم جايبين الجزء الثاني من العجينه ديت وحطينا عليها من فوق. دي اللي ايه بالنسبه لايه؟ للبيتزا الحلوه. لكن بقى اللي على النار اللي هي السخنه اللي بتتحط في الفرن لسه هنشتغل فيها، وهوريها لك دلوقتي ان شاء الله. هقوم عامل ايه بقى؟ جايب سكينة، حط دي في النص بس، ونقطع الحاجة ديت. حاول على قد ما تقدر انت تفرغيها اهو. وبعد كده نسيبها تتخمر، حلو الكلام. وبعد ما تتخمر نبدا اللي احنا نسويها، اللي عايز يلمع ببيض يلمعها، اللي عايز يسيبها كده يسيبها. نقعد نلف كده، نلف كل واحده لفتين اتنين. يا منى ازيك؟ الو. الو صباح الخير. صباح الفل يا استاذه منى. حضرتك كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا فندم، ربنا يخليك. انا كنت عايزه حضرتك بس تقول لي طريقه القرص باللبن الرايب. اللبن الرايب، حاضر، من عينيا الاثنين. حاضر يا فندم. حاجه تانية يا زمنا؟ كنت عايزه اقول لوالدتي واولادي كل سنه وهم طيبين، كل سنه وحضرتك طيبين، كل سنه وهم طيبين يا فندم. عندك كلهم كل سنه وهم طيبين، وعيد سعيد عليهم جميعا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم. وشكرا لحضرتك، وان شاء الله نزيك حاضر مقادير القرص اللي هي الطريه باللبن الرايب. كل واحدة بنلفها ونبدأ اللي انا ايه هشتغل في العجينة بس يا موافي ثواني عشان ايه تبقى الدنيا مظبوطة معانا. تمام كده، ادي الحاجة هي بتقوم شايلة دي بقى خلاص، دي اللي هي الفطيرة اللي هي بالشوكولاتة، بنبدأ ان احنا نطلعها مع بعض قدامك اهي ونخمرها شوية وبعد كده نزقها على الفرن، لكن مش دلوقتي. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا العجينة هنعملها ازاي، عجينة البيتزا نفسها ازاي بتتعمل. خلي دول هنا شوية، نزل مقاديرنا يلا ونشوف هنعملها ازاي. أول حاجة نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، عارفين الباكو الصغير اللي هو 12 جرام هو ده، هتضيفيه على النص كيلو. علبة زبادي، وبعد كده عندي 2 معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من ملح، ومية للعجن، وهعجن بزيت زيتون. اللي ما عندوش زبادي ما يضيفش زبادي، يعني لو انت مش عايزه تحط زبادي لكن بيخلي العجينه ايه تكون طريه شويه، وده بيظبطها ودي بتبقى حاجه كويسه جدا. تمام كده، تعالوا بقى نشوف عندنا العجينه نعملها ازاي. اول حاجه بحط عندي 2.5 كيلو من الدقيق اهو، باكو خميره، وبعد كده عندي معلقه السكر، وعندي علبه الزبادي،
وشويه الملح. تمام كده؟ تمام. نبدا بقى نعمل ايه؟ نجيب عندنا الميه نحرك، ويا ريت لما تعجنوا البيتزا ما تعجنهاش وميه تكون فاتره. نجيبها ميه عاديه جدا. نقلب الخليط ده مع بعضه. وابدا ان انا احط الميه. شايفين بقى؟ بايديا. ولا عجان ولا اي حاجه، هتشتغلي بايديك تطلع لي حاجه زي الفل ان شاء الله. لحد ما تحس ان هي استكفت من الميه ونبدا نشيل ايدينا. اسهل طريقه لعجن البيتزا باليد، يعني اللي انا بعمله ده معلقه خشب بتجيبيها تقعدي تحركي كده العجينه بتاعتك لحد ما تحس ان هي خلاص مش عايزه ميه تاني. لسه شويه كمان. اعتقد كده مش محتاجه وتمام التمام. شويه الميه اللي في الاخر دول زادوا شويه فمفيش مشكله عادي. حط شويه دقيق تانيين. الموضوع سهل جدا وبسيط. تقوم واخده العجينه ديت فين؟ بره البوله ديت. عجينه البيتزا في البيتزا ما احنا بنعملها كده، وشوفها هتبقى عامله ازاي. نبدا نجيب عندي العجينه وابدا اعجن الحاجه ديت، وهي بتتعجن كده في الاخر بقوم عامل ايه بقى؟ مديها عندي شويه من زيت الزيتون، معلقتين اتنين من زيت الزيتون. يا استاذه اماني. يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب وانت طيبة والصحة والعافية. بنا يعزك على مجهودك اللي قمت بيه في رمضان. بنا يعزك يا رب. سلامي. ويظل في ميزان حسناتك ويخلي لك أسرتك يا رب، ويوعدك بالحج والعمرة. اللهم آمين يا رب. ربنا يعزك. تسلمي. وبعيد على الكاست كله والمخرج والمعد والمصورين وكل العاملين في البرنامج، وهم كمان بيكلموك. وبعيد على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري كله. ربنا يخليك يا فندم. تسلمي. ويا رب يا رب يكون عيد سعيد علينا كلنا. اللهم امين يا رب يا ست اماني. تسلمي. اللهم امين ويديك الصحه والعافيه ويبارك لك في اولادك ويخلي لك الحاجه ويديها الصحه والعافيه. يا رب يبارك فيك يا رب. تسلمي يا حاج اماني يا طيبه. شكرا لك. الله يخليك يا رب. واحنا بنشكرك على المجهود اللي قمت بيه في رمضان. ربنا يخليك. تعبت معانا يا شيخ محمد. لا والله تعبكوا راحه، اهم حاجه الناس تبقى مبسوطه. ازاي ده؟ ربنا يخليك. من اللي تستحقه يا شيخ محمد. ربنا يخليك. والله انت مكالمتك ديت فوق دماغي وبسطتني جدا، واهم حاجه الناس تستفيد وتعمل الحاجات دي. ازاي ده؟ يعني اقل حاجه نقولها لحضرتك والله. شكرا. شكرا لحضرتك يا فندم. ربنا يعزك يا رب. تسلمي. شكرا يا ست اماني، وكل سنه طيبين، وكل الاسكندرانيه الجمال طيبين. تعالوا ببص بقى العجينه عملت ازاي. ما شاء الله العجينه اسهل طريقه لعجن البيتزا. مش عايز اقول لك ريحه زيت الزيتون عامل ازاي. تبداي تاخدي العجينه تحس ان هي بتلزق في الرخامه، هي دي كده مظبوطه قوي. نبدا ناخدها اهي ونبدا نكور كده. نحط شويه دقيق. انا موافق. نقوم لفينها. بسم الله. اهي لا تمام يا حبيبي. انا تمام. نقوم جايبين دقيق وحاطين كل واحده زي ما انت شايفه كده. تمام. نفس الكلام برضو اهي. اسهل حاجه النهارده تعمليها، وريتها لك اهي ازاي تعمليها بايدك من غير اي حاجه، وما هيحصل اي مشكله خالص في البيتزا معاكي. طيب بعد كده الخطوه اللي بعد كده بسيبها عندي تريح ربع ساعه. بعد ربع ساعه بتبقى بالشكل ده باللي انت شايفاه ده. هو بعمل ايه بقى؟ نبدا نشتغلها ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل.
رجعنا تاني بعد الفاصل وبنعمل ايه دلوقتي بقى؟ ادي فطيره الشوكولاته هبدا اجيبها واحط لها شويه من البندق بتاعنا في النص، في يعني النص الفطيره كده، ولمعتها عندي بالبيض وشويه فانيليا صغيرين، ودي الشكل النهائي بتاعها. نبدا نحطها فين؟ عندنا في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. على درجه حراره طبعا تكون عاليه طبعا، ده اهم حاجه في البيتزا او العجائن اللي احنا بنحطها. طيب في صلصه عندنا تتعمل سهله جدا، تقدري تعمليها من غير ما توجعي دماغك بقى على النار. فعباره عن ايه بقى ديت؟ عباره عن شويه من معجون الطماطم، صلصه طماطم اهيت، كاتشب، نفس كميه الصلصه هي نفس كميه الايه؟ الكاتشب. في ناس اصلا بتحط الكاتشب على طول وتشتغل بيه. شويه من زعتر ناشف، ريحان مفروم، واللي عايز ريحان ناشف يحط ريحان ناشف، ده فريش. شويه من زيت الزيتون، وما نحطش ملح لان صلصه الطماطم بتبقى فيها ملح، وما نحطش ملح عليها. عارفين الصلصه، في صلصه كده تلاقيها دلوقتي تبقى جاهزه بتاعت صلصه البيتزا في السوبر ماركت، هي دي بالظبط، يعني هي دي بالظبط، ما فيهاش اي حاجه اختلف عن دي، نفس الريحه ونفس التيست وكل حاجه. صلصه مع كاتشب مع زعتر وريحان ناشف طبعا، لان ما بيحطوش ريحان اخضر، الريحان الاخضر بيدي طعم حلو جدا. ادي اهيت، والريحه بتاعتها تحفه. تمام، سهله سهله جدا. ماشي، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. كل اللي انا بوصله لك النهارده الموضوع سهل، ان انت تقدري تعملي ايه المعجنات ديت في البيت. عجينه عملناها على ايدينا، ريحناها، وبعد ما ترتاح بقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. طيب جيب عندي صينيه، وبعد ربع ساعه ما ترتاح معايا العجينه هقوم واخدها. بسم الله اهي، واجيب دقيق واقوم جايب شويه دقيق تانيين على الصينيه ديت. واحنا بنحط الدقيق في الصينيه، بص الشكل اللي احنا بنحط بيه كده، ما نحطش الدقيق كده. تمام، ده مهم قوي على فكره، عشان الدقيق ما يتجمعش حته واحده وينشف العجينه. فانت بتحط الدقيق كده، احنا بنقول عليه بنعفر الدقيق عليها الصينيه زي ما انت شايفه. نجيب بقى عندنا العجينه بعد ما حطيت عليها دقيق، عمرها ما هتلم معاكي، لان طالما انت مريحاها ربع ساعه ما تغطيش على العجينه جامد وانت شغاله، فمجرد ما تفردي فيها مش هتلم معاكي خالص. ممكن تعمل لها حرف عن طريق الحركه دي، امسكيها كده وتمسك الحرف بتاعها وما تطلعهاش قوي عشان ما تقطعش. نفس الشكل اللي انا شغال بيه ده اهو. تمام، فدي تعمل لها ايه؟ حروف معانا كويس قوي. تقوم واخداها وتقوم حطها فين؟ في الصينيه بتاعتنا. استاذه اماني، استاذه امال، ازيك يا استاذه امال؟ ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب يا شيخ. وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وانت طيب وانت فرحان بولادك يا رب. ربنا يخليك يا سيدي، كل سنه وانت حضرتك طيبه. تعيش، انا اول مره اتكلم مع حضرتك. اهلا بيك يا فندم، وعلى دماغنا من فوق. تعيش، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يعزك يا رب. لو سمحت عايز اعرف بس حاجه، الصوص بتاع اللي بزوق بيه الشوكولاته اللي بزوق بيه البيتي فور. ايوه. اعمله ازاي؟ الشوكولاته دي جاهزه. الشوكولاته الغامقه دي، الصوص بتاع الشوكولاته اللي بيتي فور، للبيتي فور. ايوه. لا انا بحط الصوص، انا بحط شوكولاته غامقه وشوكولاته بيضه. طب انا عايز الشوكولاته الغامقه بس. ما هي الشوكولاته الغامقه ما بتجيب اعمله في البيت يعني؟ لا 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 لا، صعبه قوي، صعبه قوي. صعب. في حاجات البدايل اللي انت بتسمع عنها ديت، دي بدايل. انا مره سمعت ان بيقول لك كوبايه لبن وكوبايه زيت. كوبايه ايه؟ كوبايه لبن وكوبايه زيت. لا يا فندم مفيش الكلام ده خالص. الله، خالص. انا بص، لو حاجه نقدر نعملها اعملها لك. كريمه اللباني ساعات في بدايل لها، لكن عمرها ما هتجيب نفس الكريمه اللباني اللي بره. يعني ما ينفعش اتصرف باي حاجه
بالنسبه لبيتيفور اللي ينفع طبعا بمربى. عايزه ازوقه من غير شوكولاته خالص بمربى. حضرتك بتجيبي بتحطيه بتحطي مربى في النص وتجيبي مربى تحطيها فيها وتحطيها في جوز هند او تحطيها في سوداني يكون مجروش. ممكن تحطيها في فرماسيلا الوان زي ده، فمش شرط يكون شوكولاته معاكي. ايوه عادي جدا بمربى عادي. ماشي يا ماشي يا ست الكل. شكرا يا ست امال. شكرا يا فندم. لكن الشوكولاته الغامقه صعبه جدا انت تعمليها في البيت. طيب تعالوا نشوف عندنا بعد ما خمر. ادي يا عم الحاج موافي العجينه بعد ما حطيناها ونسيبها تخمر معانا عشان ترتاح. اهي بص بتبقى عامله ازاي، بكون مغطيها انا بكيس زي ده. ما شاء الله الجو جميل بره، فمجرد ما بتحطيها بره في الشمس وانت مغطياها اقل من 5 دقائق او 10 دقائق بتلاقيها فتحت معاك بالراحه بقى على العجينه، بتشيلي منها الاسترتش بتاعها وتيجي على الحروف ديت وتبداي تعملي الخطوه دي. تمام. وبعد كده تقومي جايه بالشوكه ومفتحه الكلام ده من جوه. وبعد كده يا عم الحاج نقوم واخدين عندنا معلقه صلصه طماطم والكاتشب والزعتر والريحان، وما نجيش ناحيه الحروف خالص، ونطلع اول واحده ايه اللي هي الميكس جبن نعملها مع بعض وندخلها الفرن. وعايزين عايز اجربكم حاجه في البيتزا. هو مش لازم في البيتزا اللي انت تحطي جبنه على فكره، ممكن بالصوص ده بس وتدخلها الفرن تتفرجي على طعم اصلا العجينه مع شويه الصوص دول، يعني دي كده تخش الفرن. جربيها وعلى ضمانتي هتشوفها تبقى عامله ازاي، خصوصا لو مع مشاوي مثلا. تمام. بعد كده تلا بالسلامه. الجبن يا باشا بقى ميكس جبن الشيدر مع الموتزاريلا الاثنين مع بعض، يبقى الحروف ديت عملناها اول حاجه عشان لما تيجي تستوي معايا الجبنه دي ما تسحش بره، وفي نفس الوقت هتديني شكل حلو بعد ما تطلع من الفرن. تعالوا نعمل واحده تانية بسرعه، دخل دي الفرن اهي، ممكن زيتون. زي ما انت شايفه كده نقوم واخدينها حاطينها في الفرن. بص اللي هنا بقى الفطيره الجميله اللي احنا عملناها بالشوكولاته، نفتح الفرن نبص عليها، بص شغاله عامله ازاي، حاجه محترمه قوي. سيبها تكمل تسويتها عادي، وتعالوا نعمل واحده تانية في السريع كده بسرعه. برضو نفس الكلام الحروف. شوكه بالنص. طب ليه بعمل الحركه بتاعت النص ديت؟ عشان ما تبقاش فطير معايا وفي نفس الوقت ما تبقاش عيش، فلما اجي اكلها الاقيها مستويه من جوه، وده مهم قوي. معلقه الصوص بتاع البيتزا، ما تكتريش عشان كل ما يبقى كتير كل ما يبقاش حلو. وممكن على فكره تعملها بجبنه شيدر بس على فكره، مش شرط الموتزاريلا، لكن الشيره ما بتتحملش زي الموتزاريلا، الموتزاريلا بتتحمل. طيب في بقى حركه تانية بنقدر نعملها مع بعض، بندخل دي زي ما هي كده عشان اضمن التسويه بتاعتها. في ناس ساعات بتعمل سمك تخين للبيتزا، فتخلي بالك من الموضوع ده. افردي الارتفاع يكون رفيع جدا، اعملي حسابك ان هي تخمر. طيب عشان اضمن هي تستوي معايا 100% بقوم اعمل ايه؟ بدخل دي دقيقتين اتنين زي ما هي كده واقوم مطلعها واكمل عليها الحشو وادخلها تاني الفرن. ده بيضمن لي حاجتين، العجينه تبقى مستويه والجبنه الموتزاريلا نفسها ما تبقاش شاده معايا. حط جبن يعملها بالطماطم. تمام. استاذ موافي والله اللي حطينا يا استاذ هشام. اه والله. طماطم هقطعها ونبدا نرصها.
مثلا عندي في الصينيه. وشويه ايه من الريحان الفريش عليها من فوق. تاكلي صوابعك وراها ديت ان شاء الله تعجبك جدا البيتزاية اللي هي بالطماطم وبالجبنه. وفين؟ على الفرن. نبدا ان احنا ندخلها الفرن. اهم حاجه يبقى معانا زيت زيتون وهي طالعه، يعني ادي زيت الزيتون اهوت وفرشه وهي طالعه، بنبدا ندهن الحروف ديت اللي طالعه بزيت الزيتون، لان وهي سخنه وانت بتديناها زيت زيتون هتبدا تتشرب معاك العجينه وتطلع معاك زي الفل. هنكمل لكن بعد الفصل ان شاء الله. رجعنا تاني بعد الفاصل وتعالوا نشوف عندنا اللي هي بالشوكولاته بعد ما استوت معانا بطريقه بسيطه جدا وسهله. نقوم مطلعينها من الفرن تمام، وبعد كده بنكون عندنا شويه شربات بتوع كنافه. ادي الشربات بتاعنا بتاع الكنافه، بقوم واخدها وهي طالعه من الفرن ونبدا نديها الشربات. أنا ساكت عشان تستمتعوا بالصوت ده. ده الشربات بعد ما يبدأ اللي احنا وهي طالعة. اللمعة دي على فكرة تفضل فيها لو قعدتها يومين اتنين، تفضل اللمعة ديت ويتشرب مع بعض الشربات، يبقى العجينة مسكرة معاكي والشوكولاتة نستمتع بيها بالهنا والشفا. بنفس العجينه اللي انا عملت بيها البيتزا اللي انا حطيتها عندي في الفرن. طب تعالوا نعمل واحده ثانيه باللحوم البارده اللي عندي، اي قطعه لانشون عندي بقى عندي في البيت، اللي عندي ها تركي مدخن، اللي عندها سلامي ببروني، لا يعني لانشون قشطه فراخ اللي موجود يا جماعه نشتغل بيه هيطلع معانا مظبوط ان شاء الله. هبدا اخد دي برضو الحروف احرف بتاعتها الناس اللي بتشتكي بتقول العجينه بتلم لما نيجي نحطها في الصينيه. دي اللي انا فردتها هيت قبل الهواء، اللي انا فردتها دلوقتي لما انا فردتها هيت قدامك ما لمتش خالص، عمرها ما هتلم خلاص، لان انا حطيتها وما جيتش ناحيتها خالص وسبتها لحد ما تبدا تخمر. طيب بالنسبه بقى لموضوع اللي هي بتنشف معانا، بتنشف عشان احنا ما بنخمرهاش كويس، او بعد ما تخمر بنهبط التخمير بتاعها وبندخلها على طول الفرن. لا لو انت خمرتيها صح عندك في البيت عمرها ما تنشف معاكي تمام. الفرن لازم يكون عالي يا جماعه، وهي طالعه بتدي الحروف بتاعتها زيت زيتون. مهم جدا في البيتزا اللي احنا ما ناكلهاش وهي سخنه على طول، سيبيها تهدى شويه خمس دقايق او عشر دقايق وبعد كده ابدأ كليها، هتلاقي طريقة معاكي وهتلاقي زي الفل بإذن الله. هجيب عندي السكينة ونبدأ نجيب عندي الميكس، شريحة مثلا تركي مدخن، شريحة روز بيف او قطعة لانشون زي ما اتفقنا، هقطعهم طولي وبعد كده اقطعهم بالعرض عشان يطلعوا لي مكعبات صغيره زي دول. طيب هروح عندي على البيتزا بتاعتي واحط الصلصه الطماطم ديت، تمام اهي. ونقوم واخدين عندنا الكلام ده كله رصينه على البيتزا بتاعتنا.
عندك شويه لحمه مفرومه كنت بتعصجي بيهم شويه رقاق وجلاش حطيهم مكان الكلام ده، عندك شويه صدور فراخ عندك باقيين عندك في التلاجة، لو صدر لو فراخ حتى مسلوقه طلعيها وقطعيها مكعبات وحطيها مكان الايه الميكس اللحوم اللي انا حاططها ديت البارده. يعني اي حاجه عندك في التلاجة لحوم طلعيها، او اي خضار عندك مشوي حطيه مع الايه مع البيتزا. البيتزا حلاوتها في حاجه على فكره، بتلم كل اللي في التلاجة عندك. اي خد شويه خضار عندك باقيين معاكي قطعيهم وضيفيهم معاها، فاهمه ازاي؟ فالبيتزا بالذات اللي موجود في التلاجة بيطلع ويشتغل. حط الجبن عليها من فوق، وبعد كده نروح واخدين عندنا الزيتون حطينا عندنا في الفرن، عشان ما شاء الله الانتاج هيبدا يطلع دلوقتي بقى بتاع البيتزا اللي احنا حطيناها بعد قبل الفاصل ما نطلع الفاصل. لا كله تمام. تعالوا بس هنعمل ايه، هنعمل حبيبي تعالوا بس بقى نقلب ده فوق ودي تحت. ليه بقى؟ عشان حضرتك دي تاخد التسويه بتاعتها من تحت. لو انا سبت دي زي ما هم كده فوق هتلاقي واحده من تحت العجينه بيضه ومش هتلاقي مستويه، فانا لازم ابدل عمليه الصواني. ولو عندك على فكره فرن زي ده حطيه في النص وخلاص، يعني لو مش هتحط صينيتين يعني عشان تطلع التسويه مظبوطه. 190 تمام. نبدا اهيت، ودرجه الحراره لازم تكون ساخنه بتاعت الايه الفرن. نبدا ناخد البيتزا ديت ونحطها فين في الفرن. وتعالوا نعمل اللي هي دي برضو، نبدا نعملها الساندوتش. تعرفوا تعملوها سهله جدا، او نعملها الكاليزوني. بجيبها نحط دي الصوص في النص بس، يعني في الجزء واحد بس. بعد كده بنقوم جايبين طماطمايه نقوم رصين الطماطم هنا، دي اللي انا فردتها اهيت. وبعد كده نقوم جايبين شويه زيتون شرايح، شويه جبن، وبعد كده نقوم واخدين عندنا شويه من روز بيف. عينيا حبيبي. نقوم واخدين شويه روز بيف مقطعينهم شرايح صغيرين، تمام كده. نقوم واخدين ايه عاملين ايه بقى يا عم هشام، طبقين الاثنين على بعض. بس اهم حاجه قبل ما نطبق الاثنين على بعض عشان ما تفتحش مني، بقوم بلمع دي بالبيض الحروف. اقوم واخد دي ومطبقها على ديت، وزي ما هي كده. اهم حاجه قبل ما تخش عندنا الفرن بنقوم واخدين عندنا زيت الزيتون وملمعينها بزيت الزيتون. على فكره ده زيت الزيتون بيديها طعم وفي نفس الوقت بيطريها معايا. كاليزوني نبدا اللي احنا نحطها عندنا في الفرن تستوي معايا. طيب في حركه ممكن نعملها اللي هي قبل ما تحمر معايا، قبل ما تستوي معايا هقوم حاطط لها جبن من فوق ونطلعها. هنكمل ولكن بعد الفاصل ان شاء الله.
تاني بعد الفاصل. وزي ما انتم شايفين البيتزا اللي احنا بنطلعها، بص على طول وهي طالعه سخنه بزيت زيتون كده من على الحروف بتاعتها 10 دقائق، وكل البيتزا بالهنا والشفا، ولا نشفت ولا لمت ولا حاجه، تطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. بلاش تدهني من فوق الجبنه عشان الجبنه تقيله، فلو حطيت زيت زيتون عليها الجبنه تشربها، فمش محتاجين الكلام ده. بص اللون عامل ازاي. طيب لو جينا بصينا على الموضوع من، لان ده بيهمني جدا على فكره في التسويه، بص العجينه من تحت عامله ازاي، بص اللون بتاع العجينه ما شاء الله طريه اهيت، مش ناشفه معايا اهي. لو ناشفه على فكره مجرد ما اعملها كده هتلاقيها بتشق من هنا. تمام، هنبدا ان احنا ايه نسيبها ونشوف. عندنا اللي هي في الفرن التانيين نفس الكلام، اللي هي الكاليزوني اللي احنا عملتها هطلعها ونبدا نحط عليها الجبن من فوق. هنبدا ناخد دي اهي، خدت 50% من السوا بتاعها، واجيب عندي لوحة التقطيع ديت، فأقوم واخد عندي الجبن من فوق عليها ونرص الطماطم وندخل عندنا الفرن تكمل التسوية بتاعتها. يا ام عبد الله، ام عبد الله ازيك؟ الله هلا. ايوه ازيك يا شيف محمد؟ ازيك يا ام عبد الله؟ معاك. الله ينور عليك. الله يحفظك يا ام عبد الله، تسلمي. الله يسلمك يا رب. والله كنت عايزه تالت مره اتصل الله يسلمك. الله ينور بجد والله العظيم. ربنا يخليك يا ستيل كل، والله تحفظ، ربنا يحفظك ويخليك يا رب. تسلم ايدك بجد، وانت طيبه كل سنه وحضرتك طيبه وعيد سعيد عليك يا رب. وانت بخير وبصحه وسلامه يا رب. والله مش مجامله بجد، والله متابعاك بجد والله العظيم. ربنا يخليك يا رب، تسلمي كل سنه وحضرتك طيبه، وربنا يقعد عليكم الايام بخير ان شاء الله. يا رب تستاهل والله، عندك ضمير ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا ست الكل، تسلمي. تسلمي يا ست الكل، اشكرك يا رب. يسلم عمرك وقلبك، ربنا يخليك يا فندم. الله يسعدك. اخبار ال، اعرف بس الماده اللي انت حطيتها فوق العجينه البيتزا دي، الماده الشايله دي، ايش دي؟ ده زيت زيتون. ده زيت زيتون الشاي اللي انت حطيته من فوق، زيت زيتون بعد ما طلعت من الفرن. ايوه. طب ايه فايدته بس؟ بيطريها يعني؟ بيطريها. بص عامله ازاي، بص بص صابع عامل ازاي اهي، بص العجينه اهيت اللي لسه طالعه طريه جدا، فهي دي اللي بيخلي العجينه تبقى معايا طريه وزي الفل. فده زيت زيتون. ممكن نعمل حاجه بقى شكلها حلو، الباربيكيو صوص، نقوم حاطينه في كيس حلواني زي ده او ورق زبده مثلا، ونجيب عندي مقص واروح عندي على الجبن ديت. ده باربيكيو صوص يا جماعه بيتباع جاهز، في ناس بتعمله في ناس بتعمله، لو تعرف تعمليه يكون افضل. لو عايزه تطلعيها بالباربيكيو على فكره بيدي طعم حلو، على فكره لو مع الفراخ تبقى افضل بكتير قوي برضه. يعني انا حطيتها مع الميكس جبن عشان اوريك الفكره، لكن لو مع الفراخ بصراحه في ميكس كده بين الباربيكيو بتاعنا مع الفراخ، فبتدي طعم حلو. اللي عايز يضيفها كده يضيفها، واللي عايز يسيبها ياكلها بالجبنه كده زي ما هي بيسيبها. طيب تعالوا نشوف اللي نعمل ساندوتش ازاي، ازاي نقدر نعمل البيتزا ساندوتش. ودي سهلة قوي على فكرة. في طاسة، لو عندك طاسة بتهدي النار عليها تبقى نار متوسطة، ونقدر نعمل الصلصة بالكاتشب. الصوص اللي أنا عملته وحطيت صلصة وحطيت زعتر وحطيت حاجات كتير، نقدر نعمله على فكرة بالكاتشب بس، مش شرط نعمل الصوص. اللي فاتته الحلقة طبعا يقدر يشوفنا ان شاء الله في الإعادة او عن طريق اليوتيوب، برضو صفحتنا موجودة، القناة بتاعتنا موجودة، تقدر تشترك فيها وكل جديد بينزلك على طول يوميا. نعمل
هنعملها مربعة كده، حط عندي الصوص تركي مدخن، وبعد كده بنحط عليها الميكس جبن بس كده. اللي عندي شواية بيحطها على الشواية زي ما هي، بس اهم حاجة الحروف ديت زي ما اتفقنا بنجيبها ايه، نجيبها كده، نجيبها نجيب بداية ونبدأ ان احنا نلمعها ونقفلها قفلة محترمة من الجنبين دول، ده مهم. طب ليه اللي انا عملته ده؟ عشان الجبن لما بتسيح ما تطلعش من حروف نفسها، تطلع كل حاجة معاكي مظبوطة ان شاء الله. لو عايزة تحطيها على طاسة تسويها على طاسة مفيش مشكلة، لو عايزة تحطيها على صاج دلوقتي وتدخلها الفرن نعمل كده بالظبط. ممكن ننزل المقادير تاني بتاعت البيتزا عشان لسه هطلع لكم فيه حاجات لسه برضو شغالة في الفرن. بسم الله. تمام جدا دي، وهي طالعة من الفرن شوية زيت زيتون على طول، ونبدأ اللي احنا نلمعهم بيها. واللي عنده عجلة بيتزا وده الشكل النهائي عندنا للبيتزا بتاعتنا. هطلع اخر واحده اللي هي الكاليزوني اللي احنا عاملينها، لسه بس بتاخد الوش بتاعها عشان تبقى محمر. عايزين بس صاج صغير، معرفش فينا ولا لا اهو. شويه دقيق صغيرين، وقتنا خلص على الشم. وقتنا خلص كده خلاص. لا لا خلاص انا خلصت. جيب عندك المقص، ونفتح التفتيحات اللي احنا بنعملها ديت، وبعد كده ندخل على طول فين؟ على الفرن. طب انا بعمل كده ليه؟ تضمني التسويه بتاعتها من جوه اهم حاجه، ومن بره عشان تطلع معاكي مظبوطه. في نفس الوقت على فكره لما تيجي تدخلها الفرن هتطلع لك شكل حلو جدا. دي مش هقدر اطلعها لكم على الهوا لان للاسف الوقت بتاعنا خلص، فورها لك على السوشيال ميديا ان شاء الله، انزلها على صفحه البرنامج. هيبقى فاضل لنا اللي جوه الفرن، وهطلعها لك دلوقتي واوريها لك ان شاء الله واحنا بننزل لكم المقادير. دي بالظبط يعني 10 دقائق، وتقدري تاخديها عندك على الجريل لو عندك شوايه، تحطيها على درجه حراره متوسطه وتدخلي فيها اللي هي البيتزا الساندوتش ديت، او نوديها على طول الفرن. اشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله بكره، انتظرونا في مفاجاه كبيره ان شاء الله اعملها لكم بكره انا والشيف سالي فؤاد باذن الله. بكره ان شاء الله هنبدا الحلقه بتاعتنا من 12 وربع ان شاء الله حتى الساعه 2. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.